فهم أفضل قرون هذه الأمة على الإطلاق، وتجب محبتهم وتوقيرهم واحترامهم وإجلالهم وعدم تنقص أحد منهم، ولا يجوز الدخول في ما حصل بينهم وقت الفتنة. ما يجوز أن ندخل ونخطي فلان ونصوب فلان من الصحابة، لأنهم كلهم مجتهدون. ولا يجوز أن نتلمس أخطاءهم ونقول فلان فعل كذا، ما يجوز هذا، لأن لهم من الفضائل ما يغطي أخطاءهم إن حصلت، إن حصل من أحدهم شيء فله من الفضائل ما يغطي هذه الأخطاء رضي الله عنهم. ولا ما هم معصومون، يعني أفرادهم ما هم معصومين، قد يحصل منهم خطأ، لكن عنده من الفضائل ما يغطي هذا الخطأ. أما إجماعهم جماعتهم كلهم فهم معصومون، الصحابة معصومون بجماعتهم، أما من حيث الأفراد فليسوا معصومين، قد يحصل من بعضهم خطأ، وكلنا خطأ وخير الخطائين التوابون، لكن الصحابة لهم فضائل تغطي ما عندهم من الأخطاء، فضائل كثيرة مغمورة تغمر هذه الأخطاء التي تحصل من بعضهم. نعم.